في مكة خبيب رضي الله عنه وارضاه في مكة قريب من هذا المكان كفار قريش يمسكون بهذا الصحابة الجليل يمسكون بهذا الرجل العظيم يضعونه على مسرح وأمام مرأة الناس يريدون أن يقتلوه لأنه آمن بالله لأنه أراد الحياة مع الله بدأوا يمثلون به بدأوا يقتلون من جسده على أن يعود عن دينه وإن لم يعد يريدون أن يعذبونه قبل أن يموت وهم يقطعون من جسده وهم يقطعون جسده وهو حي يقتل يقولون له أترضى أن يكون محمد مكانك أترضى أن يكون محمد مكانك تخيل معي هذا الموقف الموقف مع عائلته قاعدين يقطعون جسمه ثم يسألون هذا السؤال أترضى أن يكون محمد مكانك؟ قال الله ما يمت أن أكون بين أهلي سالما معافى ومحمد يشاك بشوكة الله شفت الصدق شفت الحب صادق لما أرادوا مثلا قال الله تمنى قال أتمنى أن أركع بين يدي الله ركعتين فخلوا بينه وبين الله ركع لله ركعتين ثم قتلوه فمات شهيدا لله شهيدا في سبيل الله وأول من سن هذه الركعتين قبل الوفاة خبيب رضي الله عنه خمسين صلاة خطب الله عز وجل عنا حتى أصبحت خمس صلوات بأجل 50 صلاة يحتاج من أجل أن نحافظ على الصلاة من أجل أن نكون من أهل الله يحتاج أن نكون قريبين من الله يحتاج من أجل أن نتوب اسمع اللي ما يتغير أو أو في طريق أن يتغير من أراد الحياة مع الله من أراد الإقبال على الله من أراد أن يكون في جنة الله من أراد أن ينظر إلى وجه الله من أراد أن يجلس في تلك الجنة مع رسول الله أصيب بشيء واحد كن صادق مع الله أصدق إن صدقت ستحافظ على الصلوات إن صدقت لك الله عز وجل الختام ويرفع قدرك في الارض وفي السماء الصدق كما اقول صادقين ماذا امسح من جوارك من اجل الله اما حافظ على الصلوات حب لله اما تهذيب نفسي من كل ذنب ومن كل معصيه من اجل الله الله اللي رباك بالنعم اللي ما في لحظه تمر عليك الا والله يفضل بها عليك النفس تردد في صدرك الدم يجي في عروقك قلبك ينبض مين اللي يسوي هذا